ده كان ملخص فوز النادي الأهلي مواليد 2005 بثلاثية على النصر. أيضا نروح نشوف جهاز الفني قالوا إيه بعد هذا اللقاء. الحمد لله لعبنا 19 مباراه بفضل الله، خدنا 19 مباراه وعندنا مباراه مع الجيش. الحمد لله احنا الاول عن المقاولين بفارق 9 بونت وعن الجيش بفارق 8 بونت، يعني الجيش المركز الثاني فارق 8 بونت والمقاولين فارق 9 بونت. الحمد لله على كل شيء، الولاد كويسين النهارده، بس طبعا انا عندي اصابات كتير جدا، يعني الحمد لله قدر الله ما شاء فعل عندي خمس لعيبه مصابين من التيم الاساسي، ولكن يعني انت عارف النادي الاهلي ما بيوقفش على حد، لعيبه كويسه كلها بتلعب وبتادي، ولكن ان شاء الله اهم حاجه عندي بس ان شاء الله التصفيه النهائيه الفتره الجايه ان شاء الله باذن الله. يمكن خلاص الدوري الدور الاولاني والثاني دول خلصوا، خدنا اللي هي البطوله المجمعه الاولى، احنا خدنا المركز الاول، في بقى اللي هي التصفيه الاخيره اللي هي تصفيه السوبر بقى المجموعه الثانيه ان شاء الله بمشيئه الرحمن التعامل اللي هي التصفيه الاخيره. فبتمنى من ربنا سبحانه وتعالى ان اللعيبه ترجع بالسلامه. يمكن انا عندي سيف الطيب من افضل المهاجمين في مصر، عنده كسر في ايده، مركب سلك وشرايح والحمد لله على كل شيء. جه امبارح بوستنجي برضو، ده مساك المنتخب ومساك كويس جدا ما شاء الله عليه تبارك الله، ربنا يحميه. صبعه برضو حصل فيه تفتيت. يوسف جمال الباك رايد عنده اصابه رخمه شويه. يمكن النهارده برضو محمد محمود طلع مصاب، فبنتمنى ربنا سبحانه وتعالى الحمد لله يعني ان يسترها معانا الفتره الجايه في الاصابات شويه، عشان الفتره الجايه مهمه الجايه ان شاء الله باذن الله. الحمد لله الفوز، بنشكر ربنا ان ربنا كرمنا بالفوز ده، وده الفوز 19 على التوالي. الحمد لله حارس المرمى مع اللعيبه ده مجهود سنه، وان شاء الله باذن الله بنقعد كابتن فتحي وكابتن هشام وكابتن اكرامي ان نحاول نحقق بطوله باذن الله تضاف لبطولات النادي باذن الله بالتوفيق من عند الله، ومجهود اللعيبه والجهاز ومع كابتن احمد سمير وكابتن اينو وباقي الجهاز الطبي والاداري الحمد لله ماشيين بخطه ثابته. احنا بالنسبه لحراس المرمى انا بقعد مع كابتن اكرامي دوما بنتكلم على المستويات، بنحاول نحافظ على المستوى الفني اللي بيوصل ليه لحارس المرمى، وبنحاول نحفظه بكل طريقه اي فريق بيلعبه، وبيكون في التمركزات والكوى العرضيه وكل المباريات لها شكلها وطبعها الخاص. دي كانت لقاءات مع الجهاز الفني لفريق 2005 وبعد الفوز على النصر بثلاثية. أيضا كان لينا لقاءات مع لاعبي فريق 2005 بعد انتهاء المباراة اللي فازوا فيها على النصر بثلاثية. الحمد لله كان الماتش صعب في اول الشوط، بس الحمد لله سهلناه على نفسنا في اخر يعني الشوط الثاني سهلناه على نفسنا، واحنا كنا رجاله الحمد لله وعملنا اداء حلو. كلنا ما تشدوش نفسكم، العبوا براحتكم، العبوا متعوا نفسكم، وفي الاخر باذن الله هنكسب. كابتن احمد سمير شغال معانا من اول الموسم، اللي احنا هنلعب لاخر دقيقه، والحمد لله الشوط الاول سجلنا هدف ونزلنا الشوط الثاني بفضل كابتن احمد التغيرات نزلت اضافت، والحمد لله كسبنا 3 وان شاء الله اللي جاي احسن. ان شاء الله نتمنى البطوله ونفضل على كده كل الفوز، وان شاء الله ما نتعادلش ولا نخسر ان شاء الله ولا في هزيمه ان شاء الله باذن الله. الحمد لله الاول نشكر الكابتن احمد سمير والجهاز الفني على المجهود اللي عاملينه معانا السنه دي. احنا الحمد لله كسبنا 19 ماتش ورا بعض وماشيين اول، وفضل تغييرات الكابتن يعني الحمد لله كنا كسبانين 1-0 نزلنا في الشوط الثاني كسبنا 3 والحمد لله. يعني الحمد لله نشكر ربنا اول حاجه وكابتن احمد سمير من اول موسم لاخر موسم ان شاء الله البطوله. يعني اهم التعليمات بقى اللي كان كابتن احمد بيقولها لكم، خاصه ان في اخر المباراه فريق النصر لعب 2 مهاجمين. لا كابتن يعني على طول الله ما تشدوش نفسكم، العبوا براحتكم ومتعوا نفسكم والمكسب هيجي ان شاء الله. نشكر ربنا الاول، بعد كده ثم كابتن احمد سمير والجهاز الفني كله تعبانين معانا من اول السنه لحد النهارده، ماتش 19 ماتش ورا بعض الحمد لله، ومفيش ماتش صعب ان شاء الله. رايح بكره وبعد وعندنا ماتش الجمعه مع الجيش وفرق 9 بونت، بس ليه التصفيه الاولى، لكن في تصفيه ثانيه بقى لاعب ام بي وكده بيكون متوشه جامده،
واللي هيكسب 8 ماتش دول يبقى هو ان شاء الله الاول هياخد البطوله ان شاء الله. الحمد لله وبنشكر كابتن احمد سمير، وبعدين هو اول حاجه وكل حاجه هو اللي بيقول لنا متعوا نفسكم والعبوا، والتكتيك بتاعه برده اللي مريحنا كتير. وبعدين احنا في سننا الحمد لله 19 ماتش 19 فوز بسكور عالي، يعني احنا 86 جول وداخل فينا جولين، يعني اقوى خط هجوم اقوى خط دفاع، فدي حاجه كبيره لينا، يعتبر ما فيش غيرنا احنا 2001 اللي عملناه في النادي. فبنشكر ربنا سبحانه وتعالى الحمد لله، والكابتن والقطاع والجهاز الحمد لله على كل شيء، وان شاء الله البطوله بتاعتنا بفضل الله. احنا كنا الشوط الاول كان اداء مش كويس قوي بفضل كابتن احمد سمير وكابتن معتز، انه الشوط الثاني عملنا تغييرات اضافت للفرقه، كسبنا 3-0 وده الماتش 19 لنا نكسبه، وهدفنا ان احنا نكسب الدوري بدون هزيمه والعلامه الكامله ان شاء الله. يعني الحمد لله كسبنا النهارده النصر 3-0، كسبنا الماتش الشوط الاول 1-0، وبعدين الشوط الثاني كسبنا 3، وده بفضل التغييرات اللي الكابتن احمد سمير عملها. واحنا بنشكر كابتن احمد سمير وكابتن اينو وكل كل الجهاز الفني اللي اتاح لنا يعني الفرصه ان احنا ننزل ونضيف للنادي الاهلي كتير.